احتفال استاذ ابراهيم، المصري بجد. انت مدرك حجم الضغوط اللي اتحطت على اللعيبه دي من الاحتفاليه والرقص قبلها بيوم كاس العالم؟ طب ما تيجي نشوف اللي رقص ده رقص ليه يا مؤمن. اهلا بيك. اهلا بيك يا استاذ ابراهيم. اهلا بيك كابتن مؤمن زكريا، والف الف الف مليون مبروك يا ابني. المؤمن فرحان. يا رب يفرحنا على طول ويفرح الشعب المصري كله يعني. الف الف مبروك يا مؤمن. والله انتوا يعني انا شايفك امبارح لابس الطاقيه بتاعت البنبوطيه وعمال تلف وشايل طبله. لا انا واحد مش شعب يا استاذ ابراهيم، اكيد هبقى فرحان لبلدي ومنتخب بلدي حتى لو انا مش متواجد في المنتخب. لا ده انا هبقى فرحان حتى ان انا اشوف الجيل بتاعي في كاس العالم، حاجه تسعد الشعب المصري. فالواحد كان فرحان من قلبه والفرحه دي طلعت طبيعيه، والحمد لله ان قدرنا نفرح الناس في الاستاد اللي كانت موجوده والشعب المصري كله يعني. حصل لكم ايه لما جه فينا الجون في الدقيقه 86؟ احكي لنا بقى مشاعرك وانت شايف الوضع بالظبط ايه؟ الو اتفضل يا مؤمن، احكي لنا يعني مبدئيا انت كنت متوقع ان احنا هنكسب مباراه سهله ولا كنت قلقان منها شويه؟ لا والله انا كنت عندي يقين من ربنا الحمد لله ان احنا هنكسب. الحمد لله يعني. بس ما كنتش تتوقع انها تبقى صعبه كده؟ تبقى صعبه لان انت هيبقى عليك ضغوط. انت اول مره يعني بعد كاس عالم 90 انت لو حسمت على ملعبك هتطلع كاس عالم، دي ضغوط اكتر. وكمان يعني هتحكم على ملعبك ان انت توصل كاس العالم من ملعبك مش من حته ثانيه، مش انت نتائج حد، دي لاول مره. انت لازم تخلص عشان توصل، وكمان الناس اللي موجوده يعني انت ما بتلعبش لاسمك ولا لاي حاجه، لا انت بتلعب لل 104 مليون. فدي اهم حاجه، كان انت نهايه المباراه صعدت كاس العالم وقدرت تسعد الشعب يعني. خاصه في الدقيقه 86 بقول لك لما دخل فينا الجون وبدا الامور يعني وكانها بتضيع يعني. لا بص يا كابتن عدلي، ده حاجات دي تبين ان اللعيبه مع بعض كانوا كويسين يعني، حاجات الروح في الاخر والحاجات دي على طول متعود عليها النادي الاهلي. ففي المنتخب كمان الروح دي بقت اكتر، اللعيبه كلها بتحب بعض، مش شرط مين اللي يلعب، اي 11 يتواجد مش مهم. اهم حاجه ان انت الجيل ده طلع كاس عالم، والحمد لله ان ده حصل وجت في اخر دقيقه. ده دليل على الحب بين اللعيبه والجهاز يعني. مؤمن لما الجون اتاخر بتاعنا الجون الاولاني للشوط الثاني، ايه اللي حصل بين الشوطين؟ لا يعني مستر كوبر اتكلم مع اللعيبه قال لهم نهدى، اهم حاجه ان احنا نكسب 1-2-3 يعني. الجون اكيد اتاخر الشوط الاولاني، بالذات الشوط الاولاني كان في ضغط على اللعيبه اكتر. انت نازل بحماس وعايز تكسب، فكان ما كانش الاداء كويس بسبب الضغط على اللعيبه. الشوط الثاني لما جبنا هدف صلاح يعني اللعب مشي، بس الجون اللي جه فينا في وقت صعب، بس زي ما بقول لك يعني احنا هاديين والحمد لله يعني. في لقطه لصلاح انا شفتها اما بيشجع الناس، ده دليل ان اللعيبه كلها نفسها ان هي كمان خلاص تكسب، والحمد لله ان الفوز جه في الاخر يعني. ما فيش حاجه هتوصل بعديها دقيقه ولا اي حاجه، ده مسافه سنتر ولعب وصفر يعني. الحمد لله ده تعاون المصريين يعني الحمد لله. لما الجون جه فينا ايه اللي حصل؟ لا حاله سكوت غير طبيعيه يعني، لو في حاجه اترمت في الاستاد هتسمع صوتها. لو صح صح، حاله سكوت غير طبيعيه، الناس بكت كلها الحقيقه. لا والله ده حتى اللي بره يعني اللي بره ربنا يكون في عونه، غير في الملعب اللي بره دي اعصابك بتبقى مشدوده، ويعني الواحد حاسس بالجماهير غير اللي في الملعب. طيب لما اللاين مان بقى ولا الحكم الرابع رفع خمس دقائق، يعني حسينا انه الامل اتولد تاني، انه لسه في وقت شويه. بص يا كابتن ابراهيم، هي اتقالت حاجه واحده، يا رب كاس العالم. ايوه كل ما الجمهور كان بيقول كاس العالم. يا رب كاس العالم. والدعوه استجابت يعني، ده دليل ان الشعب ده طيب وربنا عايز يفرحه. اتفرجت على البنالتي وصلاح بيلعبها ولا ما قدرتش؟ لا اتفرجت. يعني ده انت قلبك جامد بقى. لا انا اتفرجت يعني، هي قدرك ربنا كاتبه لك، والحمد لله ربنا الهم صلاح ان هو يخش يشوطها بوش رجليه يعني. صلاح مش من نادر ان هو بيشوط بوش رجليه ضربه جزاء بيركنها على طول. بكل اهداف كده، فربنا الهمه وراح شايلها بوش رجليه، والحمد لله ان هي دخلت وفرحت، دي اهم حاجه يعني الحمد لله. الحمد لله يا مؤمن، الحمد لله. الف مبروك ويلا عقبال الاهلي بقى. خلاص ان ده مصيرك يا كابتن عدلي، خلاص انت بتفرح النهارده عندك يوم الخميس دوري، وبعد الاتحاد، وبعد كده عندك الرجاء، وبعد كده عندك قبل النهائي، فده مصيرنا. وان شاء الله الواحد يحقق بطوله افريقيا مع النادي ان شاء الله، الانديه ان شاء الله باذن الله مع النادي، ويبقى كاس عالم ان شاء الله باذن الله. قد كده الجمهور كان مؤثر وجود يا مؤمن مش كده؟
اكيد اتمنى والله، حتى كان بيننا وبين بعض كنا بنتكلم مع الناس المسلمين في الاتحاد، يا ريت الجمهور في النادي الاهلي يبقى مثلا 50 60 الف بيدي دفعه للفرقه، اه كمان هيساعد، ان شايف ان الجمهور كان حاجه مش طبيعيه، مش طبيعيه. اه هو 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 رئيس النادي طلب زياده الجماهير من 20 ل 60، واعتقد ان الظروف مواتيه باذن الله، باذن الله ان يتوافق على اتمنى كده. لا، والنشاط هيرجع احسن، وبطوله كاس العالم والجمهور طبعا هتمشي احسن، صحيح. اتمنى ان شاء الله تبقى في جمهور كتير في النادي الاهلي 60,000 والناس ابتدت 80,000 تتعود بقى، حتى اللي رايح بيتعود على الاجراءات وابتدي خلاص عارف ان هو ده الوضع الطبيعي يعني. اكيد لا، الجمهور الاهلي جمهور واعي، ونتمنى ان هم اكيد هم بيساندونا يعني، هم جم ساندونا في الترجي، ساندونا في النجم، الله ان شاء الله شدوا حيلكم وركزوا بقى. نعوده ان شاء الله. مؤمن، يمكن المهندس عدلي من شويه كان بيتكلم على محمد صلاح انه قد كده زمايله بيحبوه، لانه كمان هو معاهم، انتوا حاسين باخلاصه ليكوا قوي، محدش حاسس باي تمييز ليه. لا صراحة بني آدم محترم، بني آدم خلوق، خجول جدا يعني، بيخاف على مشاعر صحابه أكتر من نفسه، اه فده اللي موفق صلاح ومخلي الناس كلها تحبه يعني، الصغير قبل الكبير يعني، ما فيش فرق بين إن هو صلاح بيلعب ليفربول ولا النني حتى ولا رمضان ولا تريزيجيه، لا الناس دي كلها شخصيات محترمة كلها. اه، فعشان كده زي ما اقول لحضرتك ان الكرم جه في الاخر ده 95، الناس دي كلها بتحب بعض، وكله يعني مش شرط مين اللي يلعب مين ما بيلعبش، لا يعني شايف ان صلاح والناس كلها المحترفين بيتعاملوا مع الناس بكل حب يعني. مؤمن، عايزينك تشد حيلك قوي وتركز قوي عشان نشوفه في كاس العالم باذن الله. ان شاء الله باذن الله، دي خطوه كويسه ان شاء الله هنبدا مع وانت قدها ودود على فكره. ده دافع قوي طبعا. لا انت قدها ودود، انت لعيب مهاري وتكتيكي، ولما لعيب محترم بتركز كمان، لعيب لما محترم. بتركز بتحدث الفارق الحقيقه. لا بص يا كابتن، عندي يوم مصيرك في المهمات الصعبه ان بتلاقي الناس الرجاله، فان شاء الله دي هتبقى الحمد لله تمثل الواحد موجوده، وان شاء الله تامل باذن الله بطوله افريقيا مع النادي وكاس العالم للانديه، ومن خلال انت عارف كاس العالم مع المنتخب. انت عارف يا مؤمن، من ساعه ما طلعت من 21 وقلت لك عايز اعيرك وارجعك، فاكر؟ فاكر كده، انا قلتها كنت مقتنع انا ان انت اللعيب بتاع النادي الاهلي والله. انا عارف والله يا جدعان، انا قلت لحضرتك تسيبوني بس يعني انا اطلع لوحدي يعني، اطلع بس اعاره وانا اجيبك، قلت لك تسيبوني انا اطلع الانتاج، وفعلا طلعت الانتاج يعني، والحمد لله ربنا كرمني، ونصيب ان انا رجعت النادي الاهلي بيتي والحمد لله. مؤمن، انت من العناصر الموهوبه بجد اللي انا يمكن شايفها من وانت طفل. فاكر الدوره بتاعت مارسيليا في فرنسا؟ في فرنسا معانا. لا هو هو في فرنسا كانوا 10 سنين وربنا بس قد كده، كان نابغه هو وزمايله، ويلا اللي جاي بقى عايز تركيز من الكل باذن الله يا رب ان شاء الله. ونفس القلب الواحد بتاع اللي شفناه ده في المنتخب اعتقد هنشوفه في النادي الاهلي عشان نوصل للهدف بتاعنا ان شاء الله. دي من سمات النادي الاهلي يعني، ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يا مؤمن، والف الف مليون مبروك، وشكرا لكم كلكم بجد يعني. يا ربنا يخليك، ربنا يخليك. شكرا، شكرا جزيلا للكابتن مؤمن زكريا.